سلام زوينات، كي دايرين؟ هذا فيديو ديال العنايه قبل العيد. يلا نمشيو نوجدوا راسنا. اول حاجه غادي نديروا نوجدوا السليله ديالنا ديال الحمام اللي غندخلوا معانا. اول حاجه واللي هي اهم حاجه هو شامبوان، كنختاروه بعنايه. انا عزيزه عليا هذا الشامبوان، هذا فيما كيسالي كنمشي ناخذو ديال السيف، كنصحكم به انكم تمشيو تاخذوه. صافي وغنجرب هذا الماسك، هذا ثاني مره كنجربو صراحه زويون. وليت كنعتمدو وجيل نيتوايون ديال الوجه اكيد. وغادي ندير هذا لابغوس هادي باش نفرك وجهي مزيان، حيت مسكين شحال هادي ما تهديت به. صافي وضروري الجيل دوش، انا كيعجبني هذا ديال دوف، حتى يدير بحال شي حليب، خذوه. كنصحكم بانكم تاخذوه. واخر حاجه وهي جيل انتيم من الفارماسي، ضروري يكون عندكم واحد باش تعتنيو بديك المنطقه. وصافي ها هي السليلات ديالنا موجوده. دابا نقدروا ندخلوا ندوشوا، ولكن ناقصنا واحد الحاجه، يلا نمشيو نوجدوها. اكيد الحاجه اللي ناقصانا وهي التبريمه ديال الحمام. اكيد غادي نعتنيو بلوكور ديالنا في هذا العيد وغادي نديرو ليه التبريمه. هاد التبريمه خديتها من عند العطار. هو صراحه اللي دار ليا ما كنعرفش شنو فيها، مي قال ليا فيها الورد، فيها الخزامه، فيها عشب الداد، فيها بزاف ديال الحاجات صراحه نسيتهم. ولكن ما درتش فيها لا حنه لا صابون بلدي، شريتهم ابار، ولكن صراحه ما قدرتش ندير الحنه. المهم خديت واحد الكميه وغادي تزيدوا عليها مكونات اللي سهله كيكونوا عندكم النيت في الدار، يعني غتلقاهم في اي بلاصه. واللي هما اول حاجه وهو الماورد، خديتو نيت من عند العطار، خديتو ب 13 درهم. كيتستعمل غير لوكور ماشي للوجه، خديتو نيت من عند العطار وغتقدروا تلقاوه في اي بلاصه. وثاني حاجه وهو الحامض، تاخذوا هكا شي نص حامضه وتعصروها مزيان. المهم انا ما قديتش نعصرها، غادي نعيطوا على الام الحانون تعصرها لينا، مسكينه جات عصرات عليا. اما انا كاع ما قديت عليها كاع، عاد جاتني قاصه حيت كانت في الثلاجه. المهم كنشكرك الحبيبه ديالي من هذا الميني بار، عصرتي لينا نص الويمينه. صافي كديروا هاد المكونات هادو كتخلطوهم مع بعضياتهم مزيان حتى كيتجانسوا، كتبقاو تزيدوا الموارد حتى كتشوفوها ولات مزيانه يعني متماسكه. ما ديروش هكا كميه بزاف باش تقدروا ديروا بها سكراب الجسم ديالكم. وصافي ها هي التبريمه ديالنا واجده. ونقدروا دابا ندخلوا ناخذوا الدوش ديالنا ونستعملوا التبريمه. لالات انا خرجت انا وماما وشريت بيجامه العيد اكيد. وشريت حتى الزويف. المهم التقشرات ما ديرش على التقشرات، لبست هاد شريت هاد البيجامه هادي صراحه جاتني مستوره زوينه. شوفوا فيها ديك الافتحه في الجناب وطويوله، يعني مستوره نقدر نلبسها قدام الناس، وحتى الكميم ديالها طويولين وفيهم ديك اللعيبه في الايد زوينه صراحه عجباتني. شتها قلت هادي خاصني نشريها. المهم كيوت والولاد ديالها حتى هما زويونين. المهم صحتي البيجامه. ايوا صحتي تحمحيمه وصحتكم حتى نتوما، غتكونوا حتى نتوما غادي ديروا شي روتين هكا باش تعتنيو حتى نتوما براسكم. المهم دوشت كلشي، دهنت الجسم ديالي بهذا نيفيا الحب ديالي. صافي غنرش الريحه ديالي هذه ماي واي، ولات هي اللي كتعجبني هاد الايام. جاب لي خويا كادو، الله. صافي وحيت الزغيبات، حيت الزغب ديال يدي. شوفوا شوف انا راه بعدا راه سماريت من هنا ومن تحت، كديره واحد اللعيبه، كديره البغاس اللي تجي سين ديباد، وهنا واحد اللعيبه. شوفوا سماريت من يدي ومن وجهي، حطو من وجهي بلاصه ديال الزيف مطراسيه. صافي ودهنت يدي من هنا حتى لهنايا بزيت جونسون ديال لي بيبي.
هكا حيتاش حيت منهم الزغيبات. شوفوا ايوا صافي هادشي اللي درت وصافي. دابا غادي نوريكم شنو غادي ندير لوجهي معتنيه بالبشره ديالي وصافي. ما غندير لا ماسك لا حتى شي حاجه. حدي وقال من يومين دابا حيت الزغيبات ديال وجهي فقط. انا عارفه ملي كنديروا شي حاجه لوجهنا في الوقت ديال المناسبات ولا شي حاجه وجهنا مسكين كيخرج فيه شي حاجه ماشي هي هذيك. اللهم نبعدوا منه هذه احسن حاجه. صافي بالنسبه للعنايه البنات غادي ندير غير سيروم ديال غارنيير ديال لا فيتامين سي باش هكا يفتح لي البشره ديالي وعزيز عليا ندير لا فيتامين سي حيت كتغذي البشره. وغادي ندير لا كريم ايدغاتون بيان سور باش نيدغاتي لا بو ديالي وصافي. بالنسبه للدفيرات هما هكا شويه طويلين ماشي بزاف. غادي ندير لهم هادو هذا هادي لا باز وهاد البغيون هذا غادي نديرو هنا الوسط. هذه ولات الصباغه اللي كتعجبني وكنعتمدها ديما. كيجيو الايديات نقيين وسامبل وعاديه. المهم هادو الا بغيتوهم شريوهم كيكونوا عند مول الماكياج 5 دراهم الوحده. هانتوما شوفوا كتجي سامبل وزوينه انتم عاديه. الايديات كيبانوا الضفار كيبانوا نقيقين. عرفتوا هذاك الشيء ديال التبريم باقي ليا في صباعي لداخل ما بغاش يحيد. هذه راه ضربه هذه المهم علينا. المهم اللي عجبتكم راه كاين عندهم المكياج. ها نتوما سكرينيوا وقولي عطاك في حالها. هذه راه 302 وهذه 56 صافي 5 دراهم ما تفوتوش فيها 5 دراهم صافي. هذه هي العنايه ديالي ديال العيد براسي. صراحه فرحت شريت لراسي بيجامه وزويف حتى هو. باقي ما درتش الزيف لانه شعري باقي فازك. شعري غادي ندوز عليه بالبروسه بالزربه ما غاديش نصايبو ولا شي حاجه. ما غادي ندير حتى شي حاجه غير غادي نشفو صافي وغادي ندير ليه الزويف صافي ونوجدو ان شاء الله للعيد صافي. هذا هو الشيء اللي درت. حاولت اني ندير اقل حاجه حيت عارفه خصوصا في الوجه. عارفه الا في الوجه درت شي حاجه ماسكات وداكشي وكوماج والعيبات غادي وجهي غادي ينوض فيه الحبوب وداكشي. وراكم عارفين ضروري الحبوبات ديال العيد وصافي. حيت غير الزغيبات عتانيت وجهي عادي داكشي اللي كندير ديما. و الحين ديالي حتى هو عتانيت بيه ديك التبريمه صراحه زوينه عجبتني والريحه ديالها زوينه وعجبني داكشي وعجبتني البيجامه وبصحتي. حتى نتوما الا شريتو بيجامه العيد بصحتكم ولا شريتو هذيك الفوق هذيك العبايه عرفتوها هذيك اللي كتشريوها كفيها الهذب واللوينه حتى نتوما بصحتكم. المهم اللي درتوها حتى نتوما بصحتكم وقولوا لي نتوما شنو درتو في العنايه ديالكم التجهيزات ديال العيد. انا هادشي اللي درت بارطاجيت معكم اشنو درت وصافي. دابا تابعيني واحد الحليوات غادي نمشي ناكل حليوه. المهم غندير الكوتي غادي ندير الكوتي صافي وندوز نتفرج في مسلسل. كنتفرج في واحد المسلسل تركي كنتفرج في جوج كنتفرج في واحد سميتو سيعجبك وواحد اخفيتك بقلبي. كنتفرج فيهم بجوج حيت اخفيتك بقلبي باقي يلا جديد وكيتحطوا الحلقات. مهم صافي هذا هو الروتين اللي درت. ايوا بالنسبه لتجهيزات الكوزينه خدينا الفاخر باش نديرو في المجمر. خدينا البصله ضروري البصله 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 اونتي بيوتيك البصله ضروري. خدينا كقضبان جداد باش نديرو فيهم المهم داكشي. خدينا شويه جديده هذيك ديال داك العام تهرست مسكينه حيت خويا اللي كيحط فيها خويا يدو تهرس صافي. خدينا طاجين هذا طويجين ديال ماما كيعجبها داك اللحم مع البصله والزيتون داكشي عرفتو. خدينا طويجين وخدينا مجمر جديد هذاك ديال داك العام نحناه
ومشي ديال داك العام ديال دوك الاعوام. المهم حنا وصلنا واحد جديد. المهم هذا العام جددنا شويه دوك المسائل وصافي. هذا واه توجدات الكوزينه من غير داكشي الاخر حيت خدينا كفته هذا لادان. المهم داكشي حيت خويا ما كيعجبوش انا خويا غير هو انا هو انا صباره. المهم بلا ما تشك عليكم صافي هادشي اللي خدينا وداكشي ديال الماكله ومناضه راكم عارفين. بلا ما نشارك معكم داكشي كلكم كتعرفوا غير حاولت زعما فيديو ديال اجواء العيد. هذا هو المسلسل اللي قلت لكم حاله سميتو اخفيتك بقلبي كاين في قصه عشق البنات اللي كيعجبوها المسلسل التركي صراحه زوين. كنتفرج في واحد اخر حتى هو قلت لكم سميتو سيعجبك. المهم هذا هو اللي كنتفرج فيه دابا راه تحت الحلقه الثانيه غنمشي نتفرج فيها باقا ما شفتهاش شفت غير الاعلانات ديالها. مهي بنات هذا كان فيديو خفيف ديال تجهيزات العيد منها عناية بالناس وتقضية وداكشي. مهم صراحة توحشتكم وغبرت شحال اللي ما نحت شي فيديو وانا كيعجبوني صور فيديوهات الا قلت ندير معهم تجهيزات العيد وصافي. منها نقول لكم توحشتكم وان شاء الله نتلقاو فيديو جديد. باي باي.